أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين مساكم الله بالخير جميعا تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول مع القسم الأخير من
جولتنا التفسيرية في سورة ياسين والآية 77 من هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. صدق الله العلي العظيم. خصيم صيغة مبالغة بمعنى مخاصم، مثل نقول قادر وقدير، مخاصم وخصيم، فهي صيغة مبالغة. هذه الآية جاءت في أواخر سورة ياسين، وكان الله سبحانه وتعالى قد سفه قول المشركين بخصوص موضوع التوحيد والشرك، بخصوص موضوع النبوة وإيمانهم بالقرآن الكريم وعدم إيمانهم بالقرآن الكريم، وكذلك بخصوص موضوع البعث ويوم القيامة. في نهاية السورة يأتي التركيز مجددا على مسألة البعث في الآخرة عندما يموت الإنسان ويبعث، تعود السورة وتركز على هذه القضية ابتداء من هذه الآية. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. كيف نسي هؤلاء القوم أصلهم؟ أي أصل؟ الأصل الضعيف الذي من خلاله تحولوا إلى أناس، إلى رجال أشداء، أقوياء، منتجين، مفكرين، يكتبون أو يشعرون أو يتحدثون أو يصنعون أو يبنون أو يزرعون أو يرعون أو إلى آخره. أصناف من هؤلاء البشر على اختلاف تنوعاتهم وعطاءاتهم أيضا في الحياة وما ينتجونه عن طريق التنمية وغير ذلك. هذا الإنسان اللي كان في الأصل عبارة عن نطفة ضعيفة صغيرة الحجم، غير قادرة على أن تؤتي شيئا، تعطي شيء. من الذي جعل في هذه النطفة الصغيرة هذه الإمكانات أنها تتحول إلى مثل هذا الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى خلقناه، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه بهذه الصورة وحول هذه النطفة إلى هذا الإنسان القوي المفكر إلى آخره. فبالتالي أفلا يتدبرون في هذه الصورة التي تؤكد قدرة الله عز وجل، بحيث أنه يجعل من هذا الإنسان الميت في يوم ما إنسانا حيا من جديد. القادر هناك هو القادر هنا، ويستهجن الله عز وجل ويستنكر كونهم يخاصمون في قضية البعث وبلسان طويل وبدون حجة، مجرد عناد ومجرد محاججة بلا دليل. أولا يرون عظمة البدء، بدء الخلق، أفلا يكون هذا عبرة بالنسبة إليهم ودليل على إمكانية الخلق الذي يأتي من ماذا؟ من شيء كان موجودا أصلا. إذا كان بدء الخلق ممكنا فإذا إعادته أسهل. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هنا المفسرين اختلفوا، قالوا هل هو هذا حديث عن شخص معين؟ لأن في أسباب النزول ذكروا أن أحد المشركين سواء كان أبي بن خلف أو غيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله أو جاء في منتداه أو بين المسلمين، المهم جاء بعظمة، قطعة من العظم بالية، وبالتالي فتتها بيده ثم قال ما قال، من يحيي العظام وهي رميم. طبعا هو هني ما يسأل عن الفاعل، لأنه يقول من يحيي، كأن سؤال عن شنو؟ الفاعل. هو ما يسأل عن الفاعل، هو ينكر أصل القضية، ينكر الفعل، ولكن يابى بصيغة شنو؟ تساؤل عن من هو الفاعل. الآن المفسرين قالوا هل هو شخص معين؟ قسم قالوا لا، ما هو شخص معين، وإنما هو حديث عن طبيعة تفكير، طبيعة ناس يتكلمون بهذه الصورة. على كل حال النتيجة واحدة، أن الذين يفكرون أو يطرحون القضية بهذه الصورة في هذا لا جواب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه،
نشيل ونسي خلقه اللي هي جملة اعتراضية. وضرب لنا مثلا قال، هذا نفس اللي ضرب مثل، شنو قال؟ شنو المثل اللي ضربه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. راح يأتي الجواب في الآية اللاحقة. زين، بعدين الله يقول له نسي خلقه، يعني شنو؟ يعني هذا نسى انه هو مخلوق من شنو؟ قبل شوي احنا ذكرنا لك انه شنو؟ مخلوق من نطفة، وهذه النطفة عاجزة غير قادرة غير مفكرة. بالتالي هذه النطفة لما تتحول إلى هذا الإنسان القادر المنتج كذا كذا كذا، بالتالي هذا ما في دليل لك على أن اللي خلقه في البداية وعطاه الإمكانات ووضع فيه هذه القابليات مو قادر أنه يحيي مرة ثانية إذا مات، وأنه يجعل هذا الرميم مرة أخرى يجمع أجزاءه ويرجع إلى إنسان على قيد الحياة. هناك ما كانت في حياة صارت حياة، ثم هذه الحياة تنتهي تعود الحياة مجددا. اللي خلقها في البداية يستطيع أن يخلقها مرة أخرى، بل لما يكون الشيء يعني يبدأ به عادة يكون أصعب، لأن ما يكون عليه مثال، أصعب من أنك تعيده مرة ثانية. الشيء اللي يكون ابتداء أصعب من هذا، وعملية إعادة الخلق في القيامة هو ليس ابتداء، الابتداء بالأول كان. بسم الله الرحمن الرحيم. أفعينا بالخلق الأول؟ كان صعب على الله سبحانه وتعالى إنه يخلق هذا الإنسان من لا شيء؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هؤلاء ما يفكرون بالاتجاه الصحيح، يفكرون بشكل معوج، إن خلق الإنسان من النطفة أعجب وأعظم من إحياء الإنسان بعد موته. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يعني أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يجيب بمثل هذا الجواب، يقول لهم يا مشركين، أنتوا يا قريش، أنتوا اللي تحاجوننا، تنكرون أن الخالق الأول هو الله؟ ما تنكرون. تنكرون أن خالق الإنسان هو الله؟ ما تنكرون. أنتوا تنكرون مسألة التدبير، وتنكرون المعاد، وتنكرون النبوة، لكن ما تنكرون أن هذا الخالق للإنسان هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أنتوا ضمنيا باعترافكم هذا تعترفون بأن الله على كل شيء قدير، ضمنيا أنتوا تعترفون أن الله عند القدرة على أن يخلق من لا شيء أو من النطفة هذا الإنسان، إذن يقدر يعيده إلى الحياة مجددا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، خاصة بلحاظ أن هذا الخالق وهو بكل خلق عليم، يعني يمتلك من العلم والقدرة على الخلق ما يجعل الأمر بالنسبة إليه ميسورا ممكنا، على الأقل على مستوى التصور، على الأقل ممكن. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. شجر الأخضر هني مو المقصود اللون، اللون الأخضر، المقصود دلالة الخضرة. عادة الشجرة الحية لونها شنو؟ أخضر. نعم في أكو شجر بنفسجي، وأكو شجر مثلا على أحمر، وأكو شجر على برتقالي وكذا أشكال، لكن عادة اللون الأخضر هو اللون اللي شنو؟ غالب على النبات. فبالتالي لما نشوف اللون الأخضر في النبات نقول هذه النبتة شنو؟ حية. مدام حية إذن هي إيش تمتص؟ تمتص الماي. إذن الرطوبة والماي موجود وين؟ في كل أنحائها. وبالتالي لما تكسر الغصن مثلا أو تشق الورقة إيش يطلع منها؟ يطلع منها رطوبة. والماء عادة على النقيض من شنو؟ من النار. النار بجهة والماء شنو؟ بجهة ثانية. واللي يطفي النار شنو؟ الماء. الله سبحانه وتعالى يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. توقدون يعني تشعلون النار، وتوقدون يعني عملية شنو؟ مستمرة، لا هي كانت في زمن معين ولا بشجرة معينة ولا كذا، وإنما هي تتحقق.
هني المفسرين قالوا شنو هذا؟ شجر أخضر يطلع منه نار؟ فقالوا إيه نعم، أهل مكة، أهل مكة حوالين مكة أكو نوعين من الشجر، واحد منه ينقال له مرخ والثاني العفار. مرخ وعفار كنا ذكر وأنثى، زين، بحيث ان هذا يقصون منه قطعه قد المسواك، عصاية صغيره من هذا وعصاية من هذا، يطقونهم مع بعض يشب شرار يشتعل نار، مع انه هو شنو يقصونه من الغصن، يعني يقصونه من شجره حيه فيها رطوبه، مع هذا هذيل الاثنين يشتغلون مثل حجر الصوان لما نطقه ويا بعض طلع الشرار. هذا النبت عجيب وغريب، كانوا اهل مكة وغيرهم اللي يطلعون بالصحراء حوالين مكة كان هذا الشجر يطلع، فيأخذون هالغصنين طقونهم بعض يجدحون فيطلع نار. فيقول لهم هذه تجربة حية عندكم أنتوا تمارسونها تبين قدرة الله سبحانه وتعالى وعظم خلقته اللي جعل من هذا الشيء اللي هو فيه رطوبة وماي جعل يطلع منه شنو؟ نار، وبهذا الشكل الغريب. لو شجر ثاني ما يصير، لو تاخذ غصنين من نفس الشجرة ما يصير، لازم يكون هذا مع هذا. وبالتالي اللي قادر على أن يعطاكم هذه النعمة وهذا الشيء من هذا اللي ما يجي على بالكم، كذلك قادر على أن شي يسوي، يحيي الموتى ويحيي العظام وهي رميم. القادر هني أنه يصنع مثل هذا الشيء ويخلق النار من الرطوبة، من الشيء الرطب اللي فيه ماي، الله سبحانه وتعالى قادر أنه شيء يسوي يخلقه مجددا. لكن في احتمال آخر يعني يخطر ببالي هكذا، بأن من الممكن المقصود مدام الحديث عن الموت والحياة، المقصود عموم الشجر، عموم الشجر كان حي ثم يموت ثم النار كأن شنو؟ إعادة حياة، يعني يعطيك انبعاثة للحياة، يعني هذا الحطب اللي هو كأن تحسه شيء ميت هو بنفسه يقوم يعطيك شنو لما تقطه بالنار؟ يصير وقود ويعطيك شنو؟ النار. وهذه النار تعطيك ماذا؟ تعطيك حرارة وتعطيك تدفئة وتطبخ عليها وتتدفى فيها وتستفيد منها في أشياء معينة، وبالتالي أوجدت لك نوع من الحياة. يعني هذا الشيء غير حي يتحول إلى نار ماذا؟ متفاعلة حية. فهكذا الإنسان عنده قابلية أنه من يموت يرجع مرة ثانية لشنو؟ للحياة. قد يتصور الأمر أيضا بهذا الشكل، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني هذا الشجر الأخضر يموت يتحول إلى حطب، والحطب يتحول إلى شنو؟ إلى نار، أو بالمعنى الأول الذي ذكرناه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض. دليل آخر، انظروا إلى هذا الخلق العظيم المتمثل في السماوات والأرض، تنكرون أن الله خلقه؟ ما راح ينكر. مرة ثانية مشكلتهم في مسألة التدبير، فهم يقرون بأن الله هو الخالق. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بكل الدقة اللي فيهم، بكل النظام اللي فيهم، بكل العظمة هذه اللي تشوفونها، تتصورون أن هذا الخالق عاجز على أن يخلق الإنسان من جديد، بمعنى أن يعيد إليه الحياة؟ بقادر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى قادر، بلى، وهو بلحاظ أن صفة ماذا؟ الخلاق العليم. مرة أخرى يأكد على مسألة الخالقية وعلى مسألة ماذا؟ العلم، ومو مجرد علم، عليم، مثل شنو؟ قدير، صيغة مبالغة. فخلاق أيضا صيغة شنو؟ مبالغة. فهو ليس بخالق مثل ما الإنسان على سبيل المثال يشكل له بالطين شيء معين أو يسوي له نصب معين، هو خلاق. أولا عظم الخلق، وثانيا تنوع في الخلق، ثالثا قدرة في الخلق ليس لها مثيل،
ثم هناك علم وليس كعلم البشر، وليس هو بعلم حصولي ولا هو علم محدود، بل هو عليم. فاللي عنده من مثل هالصفتين ليش تستغربون وليش تستبعدون أنه يكون قادر على إعادة الخلق، إعادة الحياة إلى الإنسان الميت؟ إنما أمره. ثم هناك أمر آخر، أن أنتم أصلا مو فاهمين الله سبحانه وتعالى، وكل ما تتصورون الله ترجعون تتصورونه ضمن شنو؟ ضمن البشر والقدرات البشرية. حتى هم لما يو يتكلمون عن الآلهة، من يتكلمون عن الآلهة ويعطون يسوون القصص الأسطورية مالت الآلهة، ما يقدرون يطلعون عن شنو؟ عن تصور عن طبيعة المخلوقات. ولذا مهما عظموا قوة الآلهة وقدراتها الخارقة، تبقى هي في إطار شنو؟ تصور البشري. مثلا بدال ما يقدر يشيل لباب، يقدر يشيل شنو مثلا؟ جبل كامل مثلا، مو أكثر من هذا، مو أكثر من هذا. يعني بالنتيجة هي مسألة تعاظم في الصفة فقط. الله سبحانه وتعالى يقول لما تفكرون بالله بهذه الصورة تيلكم مشكلات، لكن عليكم أن تفهمون أن الإرادة الإلهية بل مطلق الصفات الإلهية هي ليست كصفات البشر. صح أكون نقول إنسان عالم والله عالم، بس هذا شيء وهذا شيء أصلا مو من سنخ بعض. واضح شلون؟ عيسى عليه السلام يقول إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، بس هذا الخلق مو مثل خلق الله سبحانه وتعالى. ما تقدر تقول هذا خالق وذاك خالق، شيء آخر. ولذا يقول إنما أمره، الإرادة الإلهية ليست كإرادتكم أيها البشر. أنت تيجي تقول شلون الله يحيي وكذا، أنت قاعد تتصور مثل الإنسان. لا، الإنسان إذا يبي يسوي شيء لازم يفكر ويخطط ويشوف شنو الأدوات ويصير وما يصير، ويفشل في التجربة ولازم يقلد له شغلة ولازم يتخيلها ولازم ولازم، وتالي يمكن ينجح يمكن ما ينجح، وإذا نجح ممكن يخرب. قضية ليست هكذا مع الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليست كالإرادة البشرية. ما في لا مرحلة تفكير، ولا أكو مرحلة صناعة، ولا أكو مرحلة مثلا تجربة وخطأ، ولا شيء من هذا القبيل. ولذا في نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي عليه السلام أكثر من نص أو نصين في الواقع، اثنين هم يتكلمون عن هذه الفكرة بشكل شوي تفصيل فيها، بالإضافة إلى حديث عن الإمام الكاظم عليه السلام. النص الأول في نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين، يقول لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع. يعني لا تتصورون لما الله سبحانه وتعالى يقول أن يقول له كن، يعني الله يتكلم ويقول له كن وبعدين شنو يصير؟ لا، حتى هذا ماكو، حتى هذا ما في. يقول لا بصوت يقرع، يعني لا تفهمون الآية كأن الله يتكلم وصوت أكو يقرع الآذان ينسمع، يعني لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه. يعني هذه الآية لما قالت أن الله يقول كن، يقول له كن، مجرد تقريب صورة كناية، مسألة تخيلية فقط، وإلا هو ما في قول. بمجرد ما أن الله يريد الشيء أنه يتحقق، شو يصير؟ يتحقق. لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه، أنشأه ومثله، لم يكن من قبل ذلك كائنا. مو شيء كان ويعيده، لا، يبتدع ابتداع، خلق من الأول. ولو كان قديما، يعني ذاك الشيء اللي انخلق لو كان قديما لكان إلها ثانيا، لأن راح يشارك الله بالوجود. إذا كان الله ولم يكن شيئا، ولما انخلق الخلق خلقها من شنو؟ من ابتداء لم تكن شيئا. في موضع آخر من نهج البلاغة يقول، يقول ولا يلفظ، يعني هني القول مو مثل كلامنا احنا، مو كلام، ويحفظ ولا يتحفظ،
احنا لما نحفظ شو نسوي؟ نراجع، نقول نراجع بذهننا فنحفظ، نتحفظ الشيء. الله مو كذي، لما نقول الله حفيظ مو معنى بالذاكرة وأكو عقل وأكو تكرار وكذا، مو بهالشكل هذا. ويريد ولا يضمر، احنا لما نبي شو نسوي؟ نضمر في نفسنا في عقولنا، نبي نسوي الشغلة فلانية، نبي نجيب ماي وطحين وملح عشان نسوي عين مثلا، نحط خميرة، نبي 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 نضمر هالأشياء. الله مو كذي. في كتاب الكافي بإسناده الكليني عن صفوان بن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق، شنو الفرق بين إرادة الإنسان وإرادة الله سبحانه وتعالى؟ قال فقال: الإرادة من الخلق الضمير، أنت لما تريد تضمر الشيء، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل، تضمر الشيء وتفكر شلون تبي تسويه وكذا، وبعدين تبدا شو تسوي؟ تجهز الاشياء وخطوات وكذا، وتيب وتخلط وكذا، بالنتيجه يطلع لك هذا الشيء. واما من الله تعالى فارادته احداثه لا غير ذلك، يحدث الشيء لا غير ذلك. طبعا هذا مو معنى ان الامور ما تتطور، يعني الحين انت لما انتي الى على سبيل المثال الكون هذا، هو الله سبحانه وتعالى يقول إنه خلق في شنو؟ يعني على شنو؟ مراحل. لكن هذا الخلق بمراحل هي إرادة منه؟ الله سبحانه وتعالى. هذا شلون؟ لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه، وهي صفات الخلق مو صفات الخالق. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك، إرادته تحقق شيء برا، تتحقق مثلا شيء يسمونه هذه المادة الأولى اللي صار منها الانفجار الكوني واللي طلع منها الطاقة وطلعت منها بعدين بمرور، هذه إرادته كانت فتحققت من دون ما يكون أكو تفكير وتخطيط وكذا. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق لسان، نطق بلسان، ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له. مثل ما أنك أنت ما تكيف الله سبحانه وتعالى، الله شلون صاير، أي مثل ما أن كذي الله سبحانه وتعالى ما تقدر أنت تكيف فعله، أن فعل الله شلون صار بأي مراحل مر، هذا خارج عن التصور. فسبحان الذي، تختم السورة بهذه الآية، فسبحان الذي، بعد ما أعطانا هذه الصورة العظيمة، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يعني كأنه بعد ما تكلم عن الخلق إيه على عملية شنو؟ التدبير والإدارة، إن كل شيء بإيد من؟ بالله. مو مثل ما أنتم يا مشركين تقولون بعد ما اعترفتوا بأن الخالق هو الله، أنفي لكم فكرة ماذا؟ أن التدبير بيد غير الله. التدبير أيضا بيد من؟ بيد الله عز وجل. ونزه الله، الله منزه عن كل تصور من تصوراتكم تخالف ما ذكره في هذه الآية وما ذكره في الآية السابقة وغيرها من التصورات الباطلة اللي عندكم. فسبحان، نزه الله، الله منزه، فسبحان الذي بيده ملكوت. ملكوت قالوا صيغة مبالغة من الملك. أنت تملك البيت، لما تملك بيتك تملك حق البيع، صح؟ شراء، بيع، تبديل، تغيير، تصلح فيه، تزيد عليه طابق، تهدم غرفة، تصبغه، تعيد صباغته، تحط لك شتر، تسوي فيه شبابيك، كذا كذا، صح ولا لا؟ هذا ناتج عن شنو؟ إن هذا ملكك. الله سبحانه وتعالى تصرفه في الخلق أكثر من تصرفك أنت في ملكك. الله تصرفه في ملكه
أكثر بكثير من تصورك عن قدراتك الخاصة بملكك لشيء معين. ولذا ما عبر عنا بملك، عبر عنا بشنو؟ ملكوت، يعني الملك وخصائص الملك صفة مبالغة في الله عز وجل، وبالتالي تصرفاته في خلقه أكثر بكثير بما لا يشابه تصرفاتك أنت في ملكك. فالله سبحانه وتعالى مو بس ما عطى التصرف لغيره، بل هو مالك كل تصرف، وهو مدبر كل أمر، وكل ما يجري في هذا الوجود بيده. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وبالتالي الفكرة اللي يجب أن تؤمنوا بها أنكم سترجعون إلى الله. استفيدوا من إيمانكم بهذه الفكرة لتخططوا بشكل صحيح لمستقبلكم، لأن وراءكم بعثا وحسابا وجنة ونارا. قراركم هو الذي سيحدد مصيركم. والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.